بسبب الحرب في غزة، فرنسا متهمة بكتم الأصوات عبر التشريعات القانونية، حملة شرسة من السلطات الفرنسية تلاحق المواطنين والصحفيين والناشطين والسياسيين الذين يشاركون بآرائهم حول فلسطين. استفاقت الصحفية الفرنسية سهام أسباج السبت على استدعاء من الشرطة الفرنسية للحضور من أجل الإدلاء بشهادتها في تهمة تتعلق بتمجيد الإرهاب، وذلك على خلفية نشر تغريدات على شبكات التواصل الاجتماعي حول فلسطين والأوضاع في غزة. وكان قد تم توجيه نفس التهمة للناشطة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن المرشحة للانتخابات الأوروبية عن فرنسا، واستدعيت من قبل الشرطة للتحقيق على خلفية تصريح لها يتعلق بحماس. سهام وريما ليست الوحيدتين اللتين تطالهم تهم نشر الدعاية الإرهابية من قبل الشرطة الفرنسية. فقد تلقى إمام مسجد في فرنسا حكماً بالسجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب وإثارة الكراهية والعنف بسبب الحديث حول ما يحصل في غزة، فيما تم التحقيق سابقاً مع نقابي يعمل في مجال السكك الحديدية بالتهمة نفسها بسبب مشاركته منشوراً يصف إسرائيل بالدولة الدموية. وقد تصاعد الجدل مؤخراً في فرنسا بسبب تهم تمجيد الإرهاب التي اعتبر ناشطون أنها محاولة لتخويف وتجريم جميع الأصوات التي ترتفع في مواجهة عمليات إسرائيل المستمرة في غزة، والتي يعرفها النص التشريعي الفرنسي بأي تعليق بشكل إيجابي على الأعمال الإرهابية.